احنا اتقابلنا في البنات النائب العام النهارده عشان لقينا صورنا نازله على الفيسبوك. رقم البلاغ؟ رقم البلاغ 525. طبعا بيهددوا فيها ويحرضوا علينا لان احنا بننزل نعبر عن راينا تعبير حر، ومش موافقين طبعا على اي تصرفات تاخد البلد الى لا قدر الله امور لا يحمد عقباها. هي احنا عايزين بلدنا فيها استقرار، عايزين بلدنا فيها امن، عايزين نحترم جيشنا ونقدر الجيش المصري الوطني الحر اللي حامي البلد، عايزين البلد تتقدم، عايزين مصر ترجع لنا وتتخطف مننا. فطبعا احنا بنشوف اتجاهات خطيره، مؤامرات، طبعا حسنا ان في مؤامرات، حسنا ان في اجندات، حسنا ان في ناس بتحاول تاخد البلد لفوضى، مش عايزه ابدا البلد تقف على رجليها وتبقى بلد فيها بنى وفيها تقدم وفيها يعني الناس تحس باستقرار، تحس بامان. اهم حاجه الامان، احنا فاقدين الامان، واللي يفقد الامان يفقد حريته، يفقد استقراره، يفقد حتى لقمه العيش للانسان. صوروها ازاي او خدوها يمكن على مواقع معينه، لكن طبعا واضح ان هم مش عايزين حد يبقى له صوت الا صوتهم. تعليقات على الصور المقروءه ايه؟ مكتوب ان هم يعني دول اللي يشوفهم يتعامل معاهم، دول المطلوبين، دول اللي هم انصار العسكر او تبع العسكر، كان العسكر ده يهودي مثلا مش جيش مصر الوطني، يعني حسسونا ان احنا تبع عسكر اسرائيلي يهودي يعني. فشيء عجيب جدا وشيء غريب جدا انه يصدر من شباب مصري المفروض ان هو يكون عنده وطنيه عاليه، يكون شباب راقي محترم يحترم اراء الاخرين ويحترم حريه الاخرين. لان احنا مش معقول، انا من ايام يعني اقول لحضرتك انا من الجيل اللي اتربى على الوطنيه وعلى حب البلد وعلى احترام البلد وعلى اني اقدر واعرف قيمه بلدي، الشباب ده للاسف الشديد، مش هقول كل الشباب ولكن اغلب الشباب تحس انه مغيب، تحس ان هو ما عندوش انتماء ولا ولاء للبلد، بدليل تصرفاتهم ويعني اسلوبهم الرديء في التعامل. حتى لو انت عايز تعبر عن رايك عبروا برقي باحترام، كلهم اغلبهم جامعيين للاسف، اغلبهم طلبه جامعيين وكليات هندسه وطب وكده. التصرفات اللي بتصدر منهم ما تنلمش ابدا على ان هم لا على خلق ولا ان البلد عارفين قيمتها ولا ان هم عندهم ولاء وانتماء لبلدهم ولا هم خايفين على بلدهم. في نوع من الاستهتار بالبلد، في نوع من الاستهتار بالشعب، في نوع من الاستهتار باراء الناس، وفاكرين ان هم زوار، يعني الثوره دي لها حدود. الشعب المصري خذ حذرك، اعدائك الداخليين والخارجيين متربصين فيك. كما نجحت في افشال على العصيان المدني، باذن الله هننجح جميعا في افشال المخططات الهادفه لعمل فوضى في مصر وتدمير مصر اقتصاديا واجتماعيا، وده كله معروف قضائيا ومعروف على 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 النت، وسننتصر على الاعلام الفاسد، الاعلام الخاطئ اللي معروف ان هو ممول من بعض من في سجن قرى واصحاب قنواته معروفين، ماشي، باذن الله هننتصر عليهم ونتخلص منهم، هنتخلص من الحركات اللي بتدعي نفسها انها بتحب مصر وهي وتدعي نفسها انها ثوريه وهي مش ثوريه نهائيا، لان اللي بيحب مصر يخاف عليها، ما يحاولش يحتك بالجيش، ما يحاولش يقرب من المنشآت، ما يحاولش يدمرها. انا عندي اقتراح، اللي بيدعوا نفسهم انهم بيمثلوا الشعب، حركه التبريد وكفايه ومنطقه حمزه وزينة كامل، ياخدوا بعضهم يطلعوا على سينا يعملوا طريق. انا بقترح اقتراح تاني، انا عايز كل القنوات تعمل استفتاء على خطة ابريل وكفاية وحركة التغيير والمالدع وحسينة كامل وممدوح حمزة والاعلاميين المعروفين اللي بياخدوا ملايين، اعمل استفتاء شعبي في كل القنوات وقول لي هياخدوا قد ايه، واذا كان لهم نسبة فانا معاهم.